آسيا في مباراة الملحق في هذه المواجهة هنا العربي. وصيف الدوري في الموسم الماضي بقيادة يونس علي يبحث عن فوزه الأول في هذا الموسم، انتصار أول، 3 نقاط أولى من أجل تسجيل انطلاقة أيضا لبطولة الدوري في هذا الموسم 24. كل التوفيق لسلمان الفلاحي والطاقم التحكيمي في هذه المواجهة، كل التوفيق للفريقين مصلال صقور برزان والعربي، فرقة الأحلام الذي يبحث مرة أخرى عن العودة للتتويج بلقب في هذا الموسم بعد الغياب الطويل والغياب الكبير الذي استمر لأكثر من 30 سنة وأكثر على آخر لقب بطولة دوري بالنسبة وأكثر من 25 سنة. نعم، بينما الآن تنطلق هذه المواجهة، مصلال اليوم يبدأ أمام ملعب كأس العالم، الملعب الذي طبعا سيستضيف نهائيات كأس الأمم الآسيوية القادمة بجانب الملاعب الأخرى ما عدا ملعب 974. عمر السومة من هذا المكان الصعب، عمر يتقدم، عمر حاطها لكنها إلى خارج الملعب، ضربة مرمى حلوة. الكرة الأخيرة، السوري صوب عمر لكن كرة عمر إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. هنا عمر، هنا التسديدة القوية، مكان صعب كثير من الغضب من الانتقادات أيضا في الأيام الماضية. كرة عرضية داخل المنطقة بالرأس، حاط عمر لكن القائم يرفض، سومة يرفض كرة الأسبقية وكرة التقدم للنادي العربي. هنا السومة يضرب، رأسية كانت رايحة في طريق، يبحث عن الكرة العرضية، هنا المرور، هنا التوغل، هنا التسديدة، التصدي من جرب حارس المرمى، يتصدى سامي حبيب. العربي يضغط أكثر، العربي يهاجم، العربي يهدد، العربي يقترب، سامي يرفض الهدف الأول مرة أخرى. رابطة المشجعين الآن العربوية الموجودة هنا في استاد الثمامة تبدأ، بطاقة صفراء، سيمو بطاقة صفراء، تدخل وسيم ملقب بسيمو. نعم، كرة في الجهة اليسرى مرة أخرى، لمسة أمامية، كرة في انطلاقة الآن هجومية، عرضية داخل المنطقة، عمر يضرب بالرأس ولكنها إلى خط. الكرة الرابعة للعربي، العربي أخطر، العربي أقرب. شوف الكرة العرضية، عمر السومة لاحظ بين 3 مدافعين، بين خمس لاعبين أخذها في اللقطة الماضية، تواصل مع المهاجم، توقع ممتاز، قراءة ممتازة للعبة الأخيرة للفرنسي ديالو، تعود هذه تسديدة قوية لك. كرة جاءت إلى ضربة مرمى، تحولت إلى ضربة مرمى، مطالبة باحتساب ركنية، محاولة، كرة فيها تمريرة لكنها سهلة، تصل باتجاه حارس المرمى. الديربيات الكلاسيكوهات، هنا كرة قوية ولكن جاسم يتصدى، ردة فعل ممتازة قوية كانت الكرة الأخيرة من كيني جوريم. أن تطوى الصفحة الآسيوية وتفتح صفحة الدوري، وهذه كرة خطيرة داخل المنطقة، جوريه ولكن جاسم، الله على الهيل، الله على الهيل، تصدي ردة فعل ممتازة رائعة كانت من كيني جوريه، بل كان متسللا جوريه في هذه اللقطة. هنا أخذ المدافع، فتح زاوية التسديد وصوب، ولكن بعد ذلك التصدي، ردة رايحة كانت في طريقها لولا جاسم عادل الهيل، يتألق الهيل ويمنع أم صلال من أولى أهداف المواجهة، من أولى كأس الأمم الآسيوية ستكون. طبعا هذه كرة عرضية والعارضة ثم جورية، بعيدة جدا يا جورية أمام المرمى، ماذا تريد أكثر يا جورية؟ المرمى أمامك، كرة كانت مخاطعة، كرة كانت مباغتة يا باتريس كارترو. استغلال حالة العربي الآن، منقوص العدد، كرة عرضية مقوسة ولكن جاسم، يا جاسم الهيل يتصدى، الهيل يتصدى بشكل ممتاز. كرة في الجهة اليمنى، هلال محمد تعود
لمصلحة مصلال. رافينيا 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 خطيرة هذه المحاولة، ما زالت لمصلحة رافينيا عرضية لكنها بعيدة جدا. خارج الملعب، حل الفردي يحاول رافينيا هذه الكرة، وهذا التدخل اللي كان موجود أيضا هنا. الجهات اليمنى والله جدا اليوم أيضا العربي يفتقد لي يوسف المساكني. هذه كرة قوية لكن جاسم أقوى، الهيل يأخذ نجومية شوط المباراة الأول. نجم ورجل شوط المباراة الأول هو جاسم الهيل. الله على كرة جات قوية جدا 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 من تانين متواجد في بطولة كاس أمم آسيا القادمة. بينما الآن سلمان الفلاحي يعلن عن نهاية شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان بالتعادل السلبي بين العربي أم مصلال هنا في الجولة الثانية من دوري نجوم إكسبو. طبعا القحفية ملعب جهة اليسرى تلقى هجومية سريعة كرة للأمام، عرضية الآن في الانتظار، عرضية ولكن المتألق جاسم الهيل يأخذ نجومية المباراة حتى الآن. الله على الهيل وما يقدم الهيل. تيلور خطيرة هذه المحاولة داخل منطقة الجزاء، العرضية خلص الكرة تصل باتجاه رافينيا في وسط الملعب تتيب أمامية خطيرة عربوية قريبة عربوية السومة حاطها ولكنها إلى خارج الملعب. ضربة حلوة كرة السومة كانت من رافينيا التعبوني، تفاهم مع رافينيا ثم بعد ذلك كرة قوية داخل منطقة باتجاه رافينيا. واحد على واحد واحد على واحد رافينيا لمسة جميلة كرة الله حلوة الكرة الأخيرة كيف ضاعت يا فتحي كيف راحت يا فتحي. الله على تمريرة رافينيا، شوف رافينيا صناعة للاعب، شوف رافينيا من لا شيء صنع كل شيء لفتحي. اليسار الآن في انطلاقة هجومية سريعة للأمام، غريبة هذه المحاولة فرصة وتسديدة قوية وجاسم يا جاسم يا جاسم أوه جاسم الهيل يقول لا شيء. حكم المباراة تعود غير مقصودة طبعا في وسط الملعب رافينيا، رافينيا في وسط الملعب عودة إلى عبد لصقور برزان. يقتربون أكثر الآن، يقتربون أكثر من مرمى العربي وكرة فيها تسديدة بعيدة إلى خارج الملعب. هذا هو كيني جوريه فتحي، تسديدة قوية لكنها بعيدة بلا حب. محاولة المرور والتقدم الآن هلال محمد، هلال يمر، هلال يتقدم، هلال يمرر إلى رافينيا، رافينيا 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 لمسة جميلة كرة باتجاه هلال أوه. الدفاع في آخر لحظة، تحرك ممتاز من هلال في الجهة اليسرى يشن الغارة يشن الهجمة. لقطة كان فيها مجهود مميز جدا من هلال محمد. هنا التمريرة، هنا العرضية، تغطية أيضا كانت موجودة بشكل ممتاز. لوحده السومة، لوحده السومة أوه يا عمر يا عمر يا عمر. ما زالت هذه المحاولة، رافينيا حاطها غير معقول غير معقول. القائم أولا ثانيا القائم والحارس يرفضان تقدم العربي. هذه قوية كانت رايحة ثم بعد ذلك هذا رافينيا، شوف رافينيا شوف رافينيا كانت رايحة في طريقها لولا يقظة التألق. سامي يا سامي سامي يا سامي ردة فعل رائعة من سامي، كانت رايحة ولكن سامي تصدى بشكل رائع جدا. مباراة حراس حتى الآن، مباراة كرة عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا لمصلال وجاسم يا جاسم يا جاسم. الهيل مرة أخرى شمري يسدد لكن كرة مشعل بعدها وشالها حارس المرمى، كانت رايحة هذه التسديدة القوية وهذا لمصلحة أم مصلال. لأم مصلال الآن كرة ترسل عرضية نحو القائم الأول، راسية مرت بسلام مرت بسلام إلى خارج الملعب. ضربة مرمى هذه الكرة العرضية، حاول كرة باتجاه السومة إلى رافينيا، مرور رائع من جانب رافينيا تدخل قوي موجود وبعد ذلك حكم المباراة هنا مباشرة
يشير إلى وجود بطاقة صفراء. طرد المبكر لخبط أوراق العربي. الزم من وضعية العربي. إلى رافينيا، رافينيا إلى السومة، السومة يا السومة، هو مطالبة بركلة جزاء. حكم المباراة يقول لا شيء. مطالبة بركلة جزاء، الحكم يقول في هذه الجاب مية. شماري حاول فيها عرضية خطيرة، هذه المحاولة رأسية ولكن جاسم يستمر في التألق. جاسم وسط الملعب، الكرة تتيلان لمصلحة يوم مصلال خلف المدافعين، ممتازة بالرأس، بالرأس أخيرا كيني جوريا يسجل الصقور. تحلق هنا في استاد الثمامة صقور برزان أم مصلال، يقتربون من فوزهم الأول في هذا الموسم. في الدقيقة اللحظات الأخيرة، إنها لحظات كيني جوريا يسجل هدف الأسبقية هنا من أمام العرب الجانبي. أوهو خطأ موجود، والثاني للصقور، الثاني بالرأس ولكن إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضاعت الفرصة. الكرة الأخيرة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، ضاعت الكرة، ضاعت الفرصة. لحظة الوصول، لحظة إعلان النقاط باتجاه الهلال محمد. العرضية من هلال والسومة في منتهى الخطورة ضاعت. خسارة ثانية على التوالي، خسارة ثانية على التوالي. هنا بوية من اليمين، عرضية السومة، أوه الأخيرة يا عمر، لا لا لا، هناك رأسية عمر لكن وصلت بعد ذلك سهلة. هذه الكرة العرضية رأسية كانت موجودة من عمر السومة، النجم السود من أمام ديالو، نجح في بعدها. رافينيا العرضية والمتابعة، والعربي يعود، جاسم المدافع يسجل التعادل. العربي لا يسقط، العربي لا يخسر، العربي لا يرفع المنديل، العربي يعود ويلا من عودة. جاسم جابر قوية، قلب الدفاع يتكفل بها، قلب الدفاع يعيد العربويين هنا في اللحظات الأخيرة، يلا من إثارة. جاسم كانت قوية الكرة على طول من جاسم جابر، وصلت، وصلت في الجهة اليمنى باتجاه حامد، عرضية حامد السومة غير معقول. أشد قتال هنا من أجل ثلاث نقاط، هذه كرة النقاط الثلاث يا سومة، يا سومة يا سومة، كانت قريبة من بطولة الدوري القطري. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تنتهي هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 ما بين الفريقين. أيها الأحبة في كل مكان، هنا مع ختام